يعني انت النهارده عديت من المطب والحمد لله انا عديت منه، جالك المطب ده بدري شويه بعد افريقيا بعد ما خلصت على كسبت الحرس والشكل كان احسن واسهل كمان، لكن ده كان متوقع النهارده ايمن. توقع ان الفريق اللي مباراه الكاس في 50% صعوبه من قبل ما تلعب، في حاجه مش سهله في ماتشات الكاس على فكره، مش في مصر بس، في العالم كله، العالم كله مباراه الكؤوس فيها دايما نسبه، بتبقى في نسبة يعني ايه حظ قليل قوي، بيحصل حاجات في المباراة غريبة زي النهاردة ما مثلا حارس مرمى السويس يمسك ضربة الجزاء اللي شاطها رامي، مش يعني لا ده مسكها فاهمني، فدي اختبار تقلق، الحاجات دي كلها تقلقك، لكن رغم كل ده يحسب لعيبة النادي الاهلي ان هم بعد ضربة الجزاء لا هو مصمم بالظبط، مصمم صح. يجيب الهدف، هو الهدف هيجي بعد مرور وقت، بس امتى؟ لازم هدوء اعصاب زي الهدوء اللي حصل مع حسين بالظبط، الفرصه دي كانت عايزه هدوء اعصاب خالص، خد وقتك لانك لوحدك تماما وتبدا تتعامل مع الانفراد ده، دي حاجه كويسه تحسب لحسين. بس كان في البعض قلقان من ان المباراه تمتد وتاخدنا كمان الاشواط الاضافيه، في حاجه طول ما الوقت هيمتد هو هيتعب زياده كمان، انت مش متخيل الشكل، او انت شايف الكره جت الانفراد لحسين ازاي، اتنين وحسين لوحده في حته ما فيش حد خالص فيها، فخلاص هم يعني يشكروا ان هو قدر يجاريك في كل ده، هو يعني طلع مش المخزون ده، طلع مخزون المخزون صحيح. عشان في سبب بسيط انت اللي وقعت في نفسك فيه، اخرت الهدف اللي ضيعت 47 دقيقه الشوط الاول ضيعتهم من ايدك، كان لازم يبقى التصرف بسرعه الامور، هما يعني بص انا مش بلوم على لعيبه النادي الاهلي بس يعني هي ما انت في الاخر انت بني ادم يا ايمن، طب قيمة المباراة وقوتها انت نازل لحد ما مستسهل المباراة شوية، وبعد خصوصا انك بنازل بالفول تيم، فانت مستسهل المباراة، الهدف هجيبه هكسب، لكن لما الشوط عدى الوقت بيمر ضربة جزاء ضاعت، انت ابتديت تقلق، ابتديت تبقى عصبي، حتى عشان رد الفعل بقول لك عادي دي عصبية زيادة، عارف لو انت غالب واحد او اتنين ولا تبص للحكم الموضوع انتهى، لكن هي بس ضغط النتيجة هو اللي خلاك عملت كده، لكن ثقتك بنفسك وايمانك انك هتجيب جول وضغطك المتواصل، ماليش دعوه المنافس حتى المنافس ده متواضع، بس انت ضاغط 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 وعايز تجيب جول، بتسدد بتحاول تلعب كوره عرضيه، يمكن اشتغلت من الجناب اكتر شويه الشوط الثاني وده كان صح الحاجه الايجابيه، وما اشتغلت من شوط الجناب بقت حتى المساحات في نص في قلب المدافعين ظهرت شويه اكتر من كره الكهرباء، بدات تبقى فيه مساحات، ضغطك ده وفر لك الهدف، الهدف طبعا الكره وصلت للكندوسي في مكان ممتاز، يحسب له ان هو شايف وخد القرار بسرعه ما استناش الكره اتلعبت، حسين بقى طبعا الشغل الاكبر لحسين مظبوط، الاستلام خد وقته كويس قوي، وشاف لما الحارس مرمى خرج بدا يعملها ببطن رجله اللي هي دايما لما بتقرب للجول لازم تبقى الدقه هي اللي فرقت معاه، 1-0 مستحق، وكنت ممكن تجيب 2 و3 كمان، لكن في الاخر مبروك خروجك من مطب منتخب السويس، لكن الحمد لله خرجت منه. مطب صعب هي صعوبه مباراه الكاس في كده يا ايمن، عشان كده كولر كان مصمم يبدا بالتشكيل الاساسي، هو اكيد طبعا عنده خبرات كبيره وعارف يعني ايه مباراه كاس، عشان كده قال لك لا انا هبدا بالاساسي عشان الضغطه بتاعه المباراه، عايز اخلص المباراه بسرعه وابدا بقى هلعب اللي هلعب. لكن اللي اخرك شويه دخولك البطيء في المباراه بين قوسين كده مستسهل المباراه شويه، مباراه الكاس ما فيهاش استسهال، هتلعب الداخليه المباراه القادمه ان شاء الله متاكد ان هي اسهل، مش هتلاقي مطب زي النهارده، دايما في مباريات الكاس ايمن في مباراه كده بتحس ان هو اكبر مطب جالك، فريق بقى متوسط، فريق بينزل، فريق حتى درجه ثانيه بيضايقك، وخلي بالك ساعات بتبقى النتائج عكسيه جدا يعني يعني صعبه جدا، يعني انت بتتكلم امبارح ايه النجوم خرجت سموحه مع الاحترام الكامل طبعا في النجوم، لكن لو اللي شفت هنا وشفت لعيبه هنا، لكن النجوم قدر يخرج سموحه، خرجت الاسماعيلي قبلها، خرجت الاسماعيلي، فطبعا يحسب له، هتتكلم تقول ايه، هقول هتبارك للنجوم بلاعبته بمديره الفني بالاداره بكل حاجه، لان في الاخر انت بتبص على النتيجه، مظبوط، النادي الاهلي النهارده كان عنده عقبه كبيره، لكن حته ان هو كان ممكن يخسر النهارده انا يعني انا الحمد لله كنت مستبعدها صعب. تماما انا عارف ان في صعوبه، لكن الحمد لله قدرت تاخد خطوه كويسه تعدي المطب لله. يعني هم لو عرفوا النهارده ان هم عدوا مطب منتخب السويس اعتقد ان شاء الله طبعا ارتياح جامد، خد بالك كمان صح. وبالنسبه حتى للسيد كان على الخط حتى بعد الهدف هو جت لقطه عليه وراح يستلم يعني هدي خلاص، لان هو عارف كمان سيد ما اكيد مر بالظروف دي
كولر نفسه عارف يعني ايه مباريات كاس، لكن كلنا مرينا بيه كله طبعا. اكيد يا كابتن شريف انت فاكر ماتش البطوله 1982 بتاعت افريقيا، كنا بنلعب فرقه في الصومال، الصومال ما هو عليا اللي جاب الجول، اشغال الصومال انت فاكر اخر ثانيه فرقه نديها 6 7 8 هو ده هنا وهناك فضلت وجبنا بنالتي ضيعوا طاهر. انتوا 10 مره تقولوا ان طاهر ابو زيد ضيع البنالتي. لا مش مهم يعني، وعلاء جاب جول في اخر دقيقتين. عايز اقول لك على حاجه، الكوره ضيع البنالتي. الماتشات دي اي شبه الماتشات دي كلنا عدينا في المواقف دي، انت بتبقى واقف مش عارف تعمل ايه في الملعب، هنسقط الكوره ولا هنحاول نعدي مش عارف تقول تيجي منين، والوقت بيعدي عليك والعصبيه بتركبك، لكن ربنا الصح بيحصل. هو دايما هو زي ما قال على مطب يعني مطب عديته. وافتكر الكلمه دي، انت مش ان شاء الله مش هتقابل الظروف بتاعت النهارده، لان هو حتى كولر النهارده بعد ما كسب النهارده اما يقعد مع نفسه بقى كرؤيه مدير فني، مش لعيبه ولا جماهير ولا احنا حاجه، لا هو اكيد خلاص عارف النهارده كان مطب جامد جدا. صح، ودخوله في مباراه بعد كده لازم يبقى مختلف تماما، مباراه الداخليه ومباراه القادمه ان شاء الله، يعني مباراه الدوري ان شاء الله القادمه مش هتلاقيها صعبه زي النهارده. النهارده اصعب مباراه جات لك في الموسم النهارده والله. اه والله العظيم، مش عشان قوه المنتخب، ظروف المباراه النهارده، انت كان عندك اصعب مباراه في موسمك الكروي كله بما فيهم افريقيا والله العظيم، فانت الحمد لله عديت منها، عديت النهارده من مطب منتخب السويس. اه مفيش نسبه طبعا الاهلي ومنتخب السويس طبعا كل احترام ليهم، لكن كان ممكن في النهارده تحصل لك مشكله، لكن هي دي قمه الفرقه الكبيره، مؤمن بنفسي مؤمن بلعبتي، لا انا لازم اخلص المباراه لازم اكسب، وحصل الهدف. فمبروك الحمد لله النهارده التاهل، هتلعب الداخليه واعتقد هيبدا يحضر للمباراه القادمه ان شاء الله، هي خلاص مفيش يعني يومين ان شاء الله الدوري مهم برضه عايز ان شاء الله يخلص، واعتقد ممكن بقى ساعتها ممكن يعمل تغييرات مباراه الدوري على فكره، بقول لك من الوقت يعني كمان. أكيد نتكلم فيها إن شاء الله.